مرحبا بكم أصدقائي، تعالوا معنا لنتعرف على أغرب وأخطر سبع منازل في العالم. لكن قبل البدء ندعوكم للاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل علامة الجرس ليصلكم كل جديد. هيا لنبدأ. السابع، منزل كوفمان. يعرف منزل كوفمان بمنزل شلالات، وهو عبارة عن منزل كبير من تصميم المهندس المعماري الأمريكي فرانك لويد، وقد تم بناؤه بين عامي 1936 و1939 فوق إحدى شلالات نهر بيران الواقع بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة. ويوجد بالأرض التي بني عليها المنزل العديد من النتوءات الصخرية والتي كانت بمثابة أساسات للمبنى، ويتواجد بتلك المنطقة العديد من التضاريس على هيئة تلال صغيرة، بالإضافة إلى غابات من الأشجار النفطية التي تحيط بالمكان حول المنزل. ويوجد طريق مشاة واحد فقط يؤدي إليه، فعلى الرغم من موقعه الغريب إلا أنه بلا شك منزل رائع للغاية. السادس، منزل برج الساعة. إذا كنت مهووسا بالانضباط وبمعرفة الوقت باستمرار فإن هذا المنزل هو الأنسب لك. يقع هذا المنزل بأحد الشوارع الرئيسة ببروكلين بمدينة نيويورك، وقد أصبح منزل البرج هذا من أشهر معالم تلك المدينة، ويعتبر من أكثر المنازل إثارة للاهتمام بالعالم أجمع. يتواجد هذا المنزل بحي دومبول واقع بقلب مدينة نيويورك، ويعتبر جزءا من مبنى قديم كان في الأصل عبارة عن مصنع لأوراق الكرتون، ويبلغ مساحته 7800 متر مربع، وهذا يسمح للمنزل بأن يطل على منظر بانورامي لجميع أنحاء المدينة. الخامس، منزل الكوخ الجبلي. قد يعتبر منزل الكوخ الجبلي من المباني المتواضعة من الناحية الإنشائية، إلا أن المنظر الذي يطل عليه المنزل لا يقدر بثمن، حيث يقع على تلال شمالية الشرقية في ماتروهورن بالقرب من كانتون فاليه بسويسرا، ويعتبر من أغلى المنازل الجبلية في العالم بارتفاع 4000 متر فوق سطح الأرض. يسع هذا المنزل لعشرة أشخاص فقط، هو في الواقع ليس مبنى حديث الإنشاء، حيث تم إنشاؤه عام 1915، وقد استغرق إنشاؤه 5 أيام فقط، ودائما ما يتم ترميمه حتى يبقى أمينا. رابعا، منزل الجزيرة. تعرف تلك الجزيرة التابعة لجزر الولايات المتحدة باسمها بإيرلاند، وقد تم شراؤها بخمسينية القرن الماضي من قبل عائلة سيتلان، حيث كانوا يبحثون عن مكان لبناء منزل لهم لقضاء الإجازة به، وقاموا ببناء منزلهم على تلك الجزيرة الصغيرة، بل وحتى بني جدران المنزل على حواف الجزيرة، ويتواجد أمام المنزل مقعدين صغيرين بالإضافة إلى شجرة بجانب الجزيرة. وكان يتوقع ملاكه أن منزلهم هذا سيصبح ملجأ ممتازا بعيدا عن صخب المدينة، إلا أنه سرعان ما جذب انتباه السياح الذين قضوا تماما على عزلته السعيدة. الثالث، كاسا دي بينيدو. يعرف أيضا بالمنزل الحجري أو بالقلعة الحجرية، وهو في الواقع عبارة عن نصب تذكاري معماري بقرية سيلوريكو دي باستو الواقعة بمدينة فابي بشمال البرتغال، وسمي بالمنزل الحجري بسبب بنائه بين 4 صخور ضخمة والتي تعتبر بمثابة جدران وسقف للمنزل. وقد بدأ إنشاؤه عام 1972، واستغرقت عملية بنائه 2 فقط، أي حتى عام 1974. وعلى الرغم من أنه يقع بالقرب من أحدى حقول طاقة الرياح، إلا أن المنزل لا يوجد بداخله كهرباء، وقد أصبح هذا المبنى منطقة جذب سياحي نظرا لتصميمه الغريب ولتوغله داخل الطبيعة المحيطة به. الثاني، منزل نهر درينا. تم إنشاء هذا المنزل فوق صخرة كبيرة متواجدة بوسط نهر درينا بالقرب من مدينة باينا باشتا بصربيا، وقد تحول هذا المنزل الصغير إلى محل اهتمام العديد من مستخدمي الانترنت بعد أن تم نشر صورة له كان قد التقطها المصور المجري إيريني بيكر، بل وقامت أيضا قناة ناشيونال جيوغرافيك بنشر تلك الصورة كأفضل صورة لشهر أغسطس عام 2012. وقد جذب هذا المنزل الهادئ والغامض انتباه ملايين الأشخاص منذ ذلك الحين، فتم اعتباره كواحد من عجائب صربيا السبع. الأول، منزل جزيرة إليداي. تقع تلك الجزيرة بأسلندا أرض الماضي الغامض، وتتمتع تلك الجزيرة بمناخها البارد وبالمحيط الذي يطل عليها من كل اتجاه، فتتميز بالهدوء والسكينة، لكنها قد لا تبدو مناسبة لنا نظرا لتعودنا على الحياة الحضرية بشكل يومي.
على كل حال يقال إن تلك الجزيرة كان يسكنها 5 عائلة فقط منذ بضعة سنوات، والذين كانوا يعملون بها على تربية المواشي فقط، لكنهم رحلوا عنها فردا تلو الآخر حتى بقي هذا المنزل فقط ذو الجدران القوية. ربما تتساءل عن احتمالية وجود إمكانيات راحة بداخله، لكنه في الواقع لا يحتوي حتى على أضواء، وهذا ما يجعله مكانا مخيفا بالنسبة للعديد من الأشخاص. أصدقائي، إذا أعجبكم الفيديو يرجى الضغط على زر الإعجاب وتفعيل علامة الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.